السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة عيادة الأطفال. معكم دكتور يوسف فضائي استشاري طب الأطفال وحديث الولادة في حلقة جديدة النهاردة عشان أجاوب على سؤال مهم جدا من سارة خطابي. بتقول يا دكتور ابني عنده 9 شهور ولسه رجله بتعرق جامد جدا وكمان بيرجع لغاية الوقت، عايز أرد بسرعة. الحقيقة ده من الأسئلة الكويسة جدا اللي جات لنا وبتتكلم عن موضوع العرق عند الأطفال وأسبابه ونعالجه إزاي وكده. الحقيقة موضوع العرق من الحاجات المهمة جدا ويمكن من الأسئلة الكتيرة اللي أمهات كتيرة أوي بتسأل عن موضوع العرق عند الأطفال وخصوصا بالليل، وكمان الأطفال وهم بيرضعوا بيعرقوا في جسمهم كله أو في جزء من جسمهم. العرق ده معناه زيادة في نشاط الغدد العرقية اللي موجودة في الجسم. الأطفال يمكن بيعرقوا أكتر شوية من الكبار، وده نتيجة أن توزيع الخلايا العرقية أو الغدد العرقية بيكون أكتر شوية بالنسبة للأطفال، لأن المحيط بتاع جسمهم أو مسطح جسمهم بيكون أكتر شوية. أما نيجي نقول برضو بالنسبة للعرق بالنسبة للأطفال، بيكون عندهم لسه الجهاز بتاع التحكم بتاع الحرارة بتاع جسمهم مبقاش ناضج كفاية، وبالتالي ده بيزود إفراز العرق من الغدد بتاعة العرق اللي موجودة في الجسم كله ومنتشرة في الجسم. العرق بينقسم لنوعين، نوع عرق في كل الجسم أو في عرق في جزء واحد من الجسم. ممكن تلاقي أن الجسم كل الطفل بيشر مية يعني عرقان كله، أو يكون مثلا حتة في راسه مثلا أو دراعه أو رجليه من تحت هي اللي بتعرق. ما نيجي بقى نتكلم عن أسباب العرق عند الأطفال، يمكن أسباب كتيرة جدا. هنتكلم عن 3 أسباب أساسيين للعرق عند الأطفال، وهم أن أول حاجة يكون الجو حر، الطفل قاعد في جو حر جدا والأم قافلة الشبابيك والأبواب ومقفلة جدا جدا، وأصلا حرارة الجو برة عالية، وبالتالي الطفل طبعا هيعرق. حاجة تانية ممكن يكون جو يعني معتدل، ولكن الطفل لابس هدوم كتيرة جدا، يعني الطفل لابس أكتر من قطعة، وبالتالي بيكون الطفل بيعرق أكتر. النقطة التالتة، وبرضه ممكن يكون الطفل كمان متغطي ببطاطين أو لحاف تقيل، وده بيخلي جسمه يعرق. دول 3 أسباب فيسيولوجية أو 3 أسباب من الحاجات اللي محيطة بينا، ولكن في أسباب تانية كتيرة خاصة بزيادة العرق عند الأطفال. أول حاجة وهو العرق نتيجة نقص في مستوى الكالسيوم في الدم. يمكن من أهم العلامات لنقص مستوى الكالسيوم في الدم هو زيادة العرق بالنسبة للأطفال. لذلك الأطفال اللي بيعرق كتير، وإحنا طبعا خلاص خدنا بالنا إن الجو كويس والطفل ماهوش لابس هدوم تقيلة وكده، يبقى لازم نشوف المشكلة بتاعة نقص الكالسيوم، لأنها ممكن تكون أول حاجة عاملة المشكلة بتاعة زيادة العرق عند الأطفال. النقطة الثانية وهي زيادة هرمون الغدة الدرقية. زيادة هرمون الغدة الدرقية، الهرمون ده مسؤول عن الكاتابوليزم أو الأيض بتاع الخلايا، وبالتالي بتلاقي النشاط بتاع الخلايا شديد جدا جدا، وخصوصا والطفل نايم، وبالتالي بنلاقي الطفل بيعرق كتير، ممكن يعرق بالليل وبالنهار. فده ممكن يكون أحد أسباب العرق عند الأطفال، العرق الشديد عند الأطفال، وهو زيادة إفراز الهرمون الغدة الدرقية. النقطة اللي بعد كده وهي وجود عيوب خلقية في القلب. يمكن من الأسباب برضو المهمة للمشاكل اللي بتحصل أو المشاكل بتاعة القلب، وهو بيزيد العرق عند الأطفال نتيجة وجود مشكلة في القلب. فلازم طبعا حضرتك تعمل تشيك للطفل عند دكتور الأطفال بحيث ان احنا نتأكد ان مفيش عنده مشكلة في القلب. النقطة اللي بعد كده وهو توقف التنفس عند الأطفال المؤقت. بالنسبة بعض الأطفال بنفسهم هما نايمين بيقف شوية تقريبا 20 ثانية، وده الأطفال دول وجدوا بالأبحاث انه بيكون عندهم زيادة في نشاط الغدد العرقية، وبالتالي بيزود العرق عندهم كتير جدا أثناء النوم. فمن ضمن الأسباب هو توقف التنفس المؤقت عند الأطفال. النقطة اللي بعد كده وهو زيادة نشاط الغدد العرقية. في بعض الأطفال بيبقى أصلا عندهم فرط في نشاط الغدد العرقية، وده ممكن يستمر معهم لفترة كبيرة. في بعض الأطفال بيكونوا عصبيين زيادة أو يكون عندهم أي مشاكل، ده مشاكل نفسية أكتر، ده بيزود مشكلة العرق عند الأطفال. السبب اللي بعد كده وهو إن الأطفال يكون عندهم التهابات، يعني عندهم
واخدين عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية والجسم الطفل سخن، وبالتالي بيكون بيعرق كتير أثناء الليل. آخر نقطة وهو أن الطفل ممكن يعرق بسبب وجود بعض الأدوية، يعني الطفل لو بياخد أدوية معينة بنلاقي جسمه بيعرق، زي مثلا الأدوية بتاعت خفض الحرارة بتعمل تمدد في الأوعية الدموية وبالتالي بتزود نسبة العرق عند الأطفال، فلازم نتأكد أن الطفل مش واخد أدوية اللي بتزود إضرار العرق عند الأطفال. أما نيجي نتكلم عن علاج المشكلة وهو علاج مشكلة زيادة العرق عند الأطفال وخصوصا بالليل، أهم حاجة لازم نشوف الجو بتاعنا. لو الجو حر يبقى لازم نفتح شوية الأوضة ويبقى الجو بتاع الأوضة مناسب. الحاجة التانية الطفل لازم يلبس هدوم قطنية وهو نايم، وبعد كده الطفل ما يتغطاش بغطاء تقيل، والأفضل كمان إن احنا ندي للطفل شاور قبل ما ينام، ده طبعا بيخلي المسام بتاع الجلد يتفتح وكده والطفل يكون جسمه صحي. النقطة اللي بعد كده ولازم ناخد بالنا منها إن الطفل لازم يتفحص عند الدكتور لو احنا تأكدنا إن كل المشاكل دي الطفل ما مرش بيها، يعني الجو كويس ولو احنا مهويين الأوضة وكده لازم نعمل تشيك عند الدكتور نشوف نسبة الكالسيوم، ربما يكون الطفل عنده نقص الكالسيوم والعلامات العرق أو زيادة العرق ده هو أحد علامات نقص الكالسيوم عند الطفل، وبالتالي الطفل بياخد علاج من بدري. النقطة اللي بعد كده برضو الطفل الأطفال عندهم زيادة في نشاط الهرمون الغدة الدرقية، ده ممكن يكون برضو أحد الأسباب، وبالتالي لازم برضو بنعمل تشيك عليه ونعمل تحليل لنشاط الغدة الدرقية. الطفل لازم يشرب سوائل كتيرة جدا، يشرب مية ويشرب سوائل كتيرة بحيث ان احنا نعوض السوائل اللي بيفقدها من خلال الجلد. ده كان موضوع العرق الكتير عند الاطفال واسبابه وعلاجه، ده باختصار. نيجي للجزء التاني من السؤال وهو الطفل لسه بيرجع لغاية الوقت، في بعض الاطفال عندهم ارتجاع في المريء والارتجاع ده ممكن ياخد وقت شوية. الطفل اهم حاجة لازم نعرف وزنه يكون كام، 9 كيلو او 9 شهور ده المفروض الطفل يكون في حدود من 7 كيلو لغاية 11 كيلو. لو طفلك في الرينج ده يبقى مفيش اي مشكلة خالص، لو الطفل اقل من كده يبقى فيه مشكلة ومحتاج الطفل يتابع مع الطبيب. غالبا ان شاء الله مبقاش فيه مشاكل والموضوع بيبقى موضوع بسيط، بس احنا بنظبط الاكل بتاع الطفل وطبعا نستمر على الرضاعة الطبيعية وبندي فيتامين د 4 نقط كل يوم على طول باستمرار، وندي للطفل حديد لو هو محتاج، ونعمل فحوصات دورية بالنسبة للطفل ونتابع مع الدكتور، ده مهم جدا جدا عشان نراقب صحته ويكون ان شاء الله في صحة وعافية دايما ان شاء الله. دي كانت اجابة للسؤال من سارة خطابي اللي كانت بتسأل عن موضوع زيادة العرق وكمان الارتجاع عند الاطفال او الترجيع المستمر. أتمنى أن نكون ربنا وفقنا في تقديم الإجابة على السؤال، وإن شاء الله تابعونا والإجابة على أسئلتكم من خلال اسم التعليقات في القناة. تحياتي لكم كلكم، كنت معاكم دكتور يوسف فضائي استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.